كيف ندرس كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد اندي تدرجنا من مارو. مهم جدا أننا نتعلم ونحفظ التعريفات التي ذكرها أهل السنة والجماعة. مهم جدا. يا جدي البنال أهل السنة والجماعة ما نينيتون رئيس اندي تدرجوا اندي ترقوموا تلن مارو يا جدي لان. كتعريف التوحيد وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة. يا توحيد ترقوم عن النات يسواستوه لا توحيد يعقلالتهم عن النات للناوك يقدي لنا. حديث جبريل عليه السلام حديث مهم جدا. يا جبريل حديث رجم وحديث بتام تكاملنا بتام عنقب قاري قدين. نعم. إذن أولا نضبط التعريفات الشرعية. مجمريا يشرعوي وين بنيا بديناتين عالموش أقلالت ينسون هج لنوك يقبانا. التقسيمات اللي ذكرها العلماء لأن بهذا التقسيم تستطيع الحكم على أي شيء بإذن الله. ندقنا دمو أكفى فلاتشو إيان داندو باب إيان داندو قالات أكفى قدمهون شفعا لأمستي كفلال اندار. يعني يسألك سائل يقول ما حكم الذبح؟ طيّاكي طيّكهال نستي يمارد عيناتو سنتنو بلو يطيّكهال. تقول له أي ذبح تريد؟ أنت تملك زيك اللتالة طيّاكي ومبطيّاكي من أين تردنو بلو يطيّك اللتالة؟ الذبح لله؟ لا الله مارد هذا عبادة. هي عبادة عنه. الذبح لأصحاب القبور هذا شرك أكبر. لا شرك كو... لا قبر كونا يمتعدلو إيه تلك شرك روكسل من أيام يا وطابلة مندسة. تذبح لأنك جزار تبيع اللحوم هذا ذبح جائز. لا نجد دمو كونا لاهوتي البيت للوكاندا عرفت شلع له مباحنا ويبقى لها. يقول ما حكم الخوف؟ مفرات سنتين تكفل أبو ذي. تقول له أي خوف تريد؟ يتنون فرات نوبله تقيق وعلى تفسي. الخوف من الله؟ الله مفرات كونا عبادة. عبادة أنا وعمل كترم. والخوف من الجن ومن أصحاب القبور شرك أكبر. المدفعوا جننا يتكبروا تنسوش كونا شركنوا. والخوف من اللصوص من قطاع الطريق من السباع من الأسد هذا خوف طبيعي جائز. ليوشن اندهونا من قد دورية كونا ما شفتا كونا مدفعوا يتفطروا فراتنوا ايه دمو يعلنا يدرنا يتفطروا فراتنوا كذي قبامي بلاد لمن ما دل شرك ما دل. قال لك بعض الناس انا اخاف من الجن. عند سلطاني جن فعله يرى. ماذا تصنع؟ من دونه أنت عم تمدس اللت. قال أقرأ آية الكرسي. أنت قرآن آية الكرسي قرأت الوان. أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أقول هذا الذكر. ومن دونه تقرأ اللت هلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مولو بوانوك آلاته اتبك الله. أنت تفتقه هلا ما تفوته. نقول هذا هذا الخوف أدى إلى التوحيد فأنت موحد خوف طبيعي. هذا إيه عينة فرحاتنا وده من يدرسه وده شرك يدرسهنا إيه عينة دعاء وده توحيد يدرسه. قال لا بلو إله يخاف من الجن ويستعيذ بهم ويذبح لهم. أرى أنت نقرها وانت كنت جنا بالنصف يتبكال انت جنا بمهارد يكلاكلان. نقول هذا شرك. إيه أنا تعتبر متبع. أكبر مخرج من الملة. كاسلمنا من تكاروم يا وطن بلو. إذا لابد أن نضبط التعريفات والتقسيمات التي ذكرها لنا العلماء رحمهم الله. سلذي يمان نجاونم آلات مجمرة ترجمان من ترجمة طريقة ترجمة من الدهون. مساء. لا ما كملت. طيب. كذابوا على دمو كفلون لازنت مكفل نعلبه إيه ما هو كعلبه. مسائل متفرقة كثيرة. تجتمع عندك بكلمات يسيرة جمعها لك أئمة أهل السنة والجماعة. بركاتا مسألات عالموت على البالك آلات أقربوا كتاب أسفروا لها. نعم. إذن هذا أهم شيء. إيه بطعم أنقل قادي قدين. كذلك لابد تمشي قلنا لكم بالأمس
على طريقة واحدة، تمشي على طريقة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كما قلنا عند السلف كان مدرسة ابن عباس، مدرسة ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. تنانت عند تنامرنو بابن عثيمين من قد تاهل تاريق بهال كان لفو بابن عباس من مدرسة عندمي بالو لروتشم إن شيخ الإسلام مدرسة عندمي بالو مسلم الناس لم يوكلوا بشان. نعم.